تعليقي على هذا الشوط. متابعينا الاعزاء، مجتمعينا الافاضل، ها هو شوط الختام ينطلق على بركة الله، ختام الفترة الصباحية لأشواطنا المفتوحة. متابعينا الكرام، لكي ننتقل بكم إلى الفترة المسائية في الساعة 1:30 ظهرا مع الأشواط العامة والأشواط الرئيسية، أشواط الأشدة وأشواط السيارات. تمنياتي للجميع بالتوفيق والانطلاقات والنواميس. متابعينا الكرام، مستمعينا الافاضل، ها هو شوط الابكار، الاجداع لاشواطنا المفتوحه. مباشره نسير الى مقدمه الشوط والمركز الاول. المركز الاول في هذه اللحظات في اول الاسماء هنا الجازي لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المضمر سالم بن فاران المري. النقلة التالية مباشرة على المركز الثاني. المركز الثاني في هذه اللحظات أيضا شعار مباشرة المركز الثاني هناك الرباعة للسيد محمد بن أحمد بن ماجد الخيالي في ثاني المراكز، ولكن هنا وصول أيضا من الشاهنية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، فمرحبا بهذا الشعار مع المضمر راشد بن طالب بن شريم المري من يتولى العناية ويتولى عملية التضمير. المركز الرابع ننتقل متابعينا الكرام، المركز الرابع في هذه اللحظات وصول من مشكورة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني والمضمر فهد بن سيف الخيارين. متابعينا الكرام، المركز الخامس مشاهدينا الكرام الركية. الركية وصلت في هذه اللحظات الركية متابعينا الكرام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني ومع فهد بن سيف آل بوسعيد الخيارين. هذه النتيجة للخمس الأوائل، هذه النتيجة للفايف ستار وانطلاقة الإجداع وشوط الختام. شوط الختام، شوط الختام متابعينا الكرام، ولكن العودة مع مقدمة الشوط والمركز الأول. وهنا الجازي، الجازي في مقدمة الشوط وفي أول الأسماء وفي أول الإبكار لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. مشاهدينا الكرام، ولكن هذا المضمر الذي سجل التوقيت الخيالي في سن اللقاية في الشوط الرئيسي بنفس هذا الشعار 7:32 في سن اللقاية. يا سلام، الذهبي الذهبي متابعينا الكرام سالم بن فاران المري. المركز الثاني هناك الرباعة ضيف هذا الميدان والقادم من الوثبة من أبو ظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، هنا محمد بن أحمد بن ماجد الخيالي. يا سلام، المركز الثالث، المركز الثالث أيضا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، يدفع لنا فهد بن سيف آل بوسعيد الخيارين بمشكورة بمشكورة. وأشكرك يا أبو سيف على انطلاقتك في صباح هذا اليوم وحصولك على النقاط في صباح يوم أشواطنا المفتوحة للإجداع. المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات وصول أيضا من الشاهنية
لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود والمضمر هنا راشد بن طالب بن شريم المري. أيضا ديروا بالكم على هذا الاسم، أيضا هذا الاسم وهذا المضمر له باع طويل في التضمير وله إنجازاته التي دائما يتواجد بها في أشواط الرئيسية. المركز الخامس، المركز الخامس الركية، الركية متابعينا الكرام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المحترف فهد بن سيف آل بوسعيد الخيارين. هذه النتيجة والنداء الثاني وشوطنا الختامي، شوطنا الختامي، وما بعد هذا الشوط نسدل ستار الإجذاع ونسدل ستار يوم الثلاثاء، يا السلام، ثالث أيام هذا المهرجان السنوي الكبير. يا السلام، نعود مع الجازي، نعود مع الجازي، وشوفوا للجازي وانطلاقة الجازي، أيضا الجازي والرباعة والشاهنية والركية والركية ومشكورة، خمس مراكز، خمس بكار في موقعة الشرف، خمس بكار في موقعة الشرف وفي صراع على المركز الأول. الاثنين كيلومتر على النهاية، اثنين كيلومتر ما تفصلنا عن النهاية، وأشوف الشاهنية بدأت تنطلق في المركز الأول وتريد أن تباعد عن المراكز الأخرى. يا سلام، يا سلام، الشاهنية بالشعار الملكي، بالشعار الملكي، يا سلام، شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. يا سلام، راشد بن طالب بن شريم المري، أركية، أركية واصلة، واصلة إنك أركية. يا سلام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المحترف، المحترف في عالم التضمير فهد بن سيف آل بوسعيد الخيارين. المركز الثالث الجازي، أوصلت الجازي أيضا، الجازي في دائرة المنافسة وفي موقعة الصراع وفي مرتبة الشرف وفي الأمام وفي المقدمة مع الذهبي سالم بن فران المري ومالكها سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. الله، المركز الرابع اسم جديد، الشايبة، وصل سهيل بن دبيلة العامري. مشاهدينا الكرام، المركز الرابع هنا أيضا رباعة لسيد محمد بن أحمد بن ماجد الخيالي، أيضا وصول من النصيبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. ولكن ودوني مع الشاهنية، ودوني مع الشاهنية والكيلومتر الأخير والصراع المحترف. يا سلام، يا سلام، يا سلام، اليوم المحترف بالفورمة، بالفورمة، وهو دائما بالفورمة، لكن هذا اليوم يوم يعد للتاريخ مع المحترف. والشاهنية، الشاهنية خطيرة، خطير يا بن شريم، خطير يا بن شريم، ولكن الشاهنية وركية، الشاهنية وركية، ركية والشاهنية. باقي لنا، باقي لنا أكثر من 500 متر، باقي أكثر من نصف كيلو، باقي أكثر من 500 متر يا مضمري. ولكن أيضا الجازي وصلت، الجازي وصلت لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. هل سوف تبقى السلامات في الشحانية أم تغادر إلى ميدان الملك فهد هناك في المملكة العربية السعودية؟ يا سلام، وصل، وصلت الجازي، وصل الذهبي المحترف أيضا مع ركية، ركية الشاهنية، ركية الشاهنية والجازي والرباعة، وأيضا أيضا هناك وقادة مع العتيبي. يا سلام، وقادة أيضا، ولكن الشاهنية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. سلامي، ولكن هناك، ولكن سلام، سلام، سلام عليكم يا أهالي المملكة العربية السعودية، ويا أهالي الميدان الملك فهد، ويا أهالي النعرية، ويا أهالي المنطقة الشرقية، وسلامي لأبو فهد، لهذا الناموس، يستاهل أبو فهد، يستاهل أبو فهد هذا الناموس، ولا راشد بن طالب بن شريم المري. هذه لحظات الوصول. المركز الثاني ركية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الثالث وقادة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وعبد الرحمن العتيبي في التضمير. المركز الرابع الرباع على سيد محمد بن أحمد بن ماجد الخيالي. والمركز الخامس الجازي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد
بن خليفة آل ثاني. تهانينا والناموس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود على فوز الشاهنية بالمركز الأول، وتوقيتها الزمني لحظة الوصول 9:38 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن طالب بن كريم المري، المركز الثاني كان من نصيب الركية، وتوقيت الركية 9:39 و17 جزءا من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الثالث وقادة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وتوقيتها 9:40 و11 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وبهذا نصل إلى ختام هذا اليوم، وإن شاء الله نلقاكم في الساعة 1:30 في ظهر هذا اليوم. ومحدثكم يزيد الجهني، استودعكم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.